أخواني وأخواتي طلاب المرحلة الثانوية، أود أن أدعوكم اليوم إلى الاطلاع على مبادرة شورك، إحدى المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم. تهدف مبادرة شورك إلى إتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية للتواصل مباشر مع الطلاب المبتعثين خارج الدولة، ولهذا الغرض قمنا بتعيين مجموعة من السفراء لهذه المبادرة والذين تم اختيارهم من الطلاب المبتعثين حالياً وفق معايير دقيقة، أهمها التفوق الدراسي والمعرفة الجيدة بطبيعة الحياة الأكاديمية والثقافية للدولة التي يدرسون فيها. كما أدعو الطلاب المبتعثين الراغبين في أن ينضموا لسفراء شورك إلى التواصل مع الوزارة ليكونوا بدورهم عناصر فاعلة في جهودنا الرامية إلى مساعدة الطلاب الثانوية في هذه المرحلة الانتقالية الهامة في مسيرتهم الأكاديمية.